تعب الهوى قلبي والحلو مش داري، تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي. مساء الخير، اهلا وسهلا بالحبايب. الموسيقار الكبير محمد فوزي الذي رحل باكرا. الموسيقار محمد فوزي هو صاحب أكثر عدد أفلام سينمائي غنائي في عصره، وهو الأغزر في كثرة الأغاني والتلحين في كل أنواع الغناء، غناء للأطفال، غناء للرومانس، غناء شعبي، غناء طربي، كلها تميز فيها هذا الفنان الجميل. وهو أول من عمل شركة أسطوانات في القاهرة تنتج لكبار الفنانين في العالم العربي. طبعا الاكتشاف كان للممثل الكبير سيد المسرح الفنان يوسف وهبي، وأسند إليه دور صغير في أحد الأفلام. وجهه جميل، بتحب السينما، بتحب الكاميرا، وكانت الأفلام الغنائية المتتالية. في البدء أستاذ فوزي موسيقار قدم على الإذاعة، بده يقدم، رفضيته أنه هذا الغناء أو هذا التلحين في ذاك الوقت غير مقبول، لأنه كان فيه الهنك الثقيل والتطريب ودني، وهذا جايب شيء جديد غير ما لا. بعدها عادت وفتحت له ذراعيها بعد أن عمل الأفلام السينمائية ونجح. لا، أنا قرأت أكثر من مرة المقربون كانوا لمحمد فوزي، طبعا السيد أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، صباح، شادية، هدول المقربين له بشكل محب حقيقة. والفضل اللي بيرجع الكبير أنه هذا الموسيقار هو اللي اكتشف بليغ حمدي اللي هو اليوم ملك الموسيقى، وقدموا لأم كلثوم قصة عدناها أكثر من مرة، أنه طلبت أم كلثوم من فوزي أنه تعمل لي لحن يا فوزي بروبي جبلة بليغ حمدي. قالت له الله أنا طلبت منك. قال لا اسمعي، يعني قديش كان إنسان حقيقي لما شاف واحد هو الأقرب لأم كلثوم فأخده هو. يا ريت كل الناس يكون عندها الفكر، ما تكون هي أول شيء بصمي لمحمد فوزي، إذا ما نو أناني، كان فنان حقيقي بيعرف حدوده وبيعرف مكانه. كذلك الأمر محمد فوزي في زمنه يعتبر يعني من المجددين، من المبتكرين للموسيقى، أعماله موسيقى كلها جديدة، فيها شيء جديد دخل على الموسيقى العربية باعتراف الكبار، وهذا الشيء أعطاه إثبات وجود. أفلامه كانت جميلة، أغاني محببة للناس، بصوته يعني له لون بصوته، كمان له شخصية بصوته، هذه اللي ثبته وخليته موجود. هلا هذا الفنان نحن فينا نسميه الفنان الشامل. كيف؟ يعني واحد عم ينتج، واحد عم يخرج العمل، واحد عم يعمل رومانس، واحد عم يعمل طرب، واحد عم يعمل أغاني للأطفال، هذا فنان شامل لا يستهان فيه أبدا. وحقيقة كان غيابه عن الساحة كان أحد فقدان أركان الفن الجميل في العالم العربي. نشوف الموسيقار محمد فوزي أنه فنان شامل، رغم أنه ما عاش يعني 48 عام مثل عبد الحليم حافظ الله يرحمون، لكن شوف عظمة الله، هدول اللي ما بيعيشوا كتير كيف الله بيعطيهم كأنهم عاشوا 100 سنة. يعني عبد الحليم محمد فوزي اللي ما عاشوا 48 سنة كأنهم عاشوا 100 سنة من خلال العطاء. طبعا محمد فوزي أعطى اللحن الديني، أعطى اللحن الشعبي له لغيره، يعني في لحن لأخته هدى السلطان بجنن يا ضاربين الودع، اسمعوا قديش في صنع وفي جمال. بالإضافة أنا بذكر كمان لحن نشيد الجزائر هو ألحان الموسيقار محمد فوزي. زندا كان فنان كبير وشامل وله بصمة حقيقة. من أغاني المشهورة كلنا سمعناها ومنعرفها، مال القمر ماله، تملي بقلبي، تربينا يا قلبي، تعب الهوى قلبي والحلو مش داري. بالإضافة لشحات الغرام كمان في أغنية للأفراح كتير كانت حلوة، عقبال عندكم، كلمني طمني، اي والله اي والله وحشوني الحبايب، أغنية جميلة جدا جدا. وعد وعد أفلام سبحانك ربي.
أفلام وغناء. فعلا كان بزمنه محمد فوزي يعني أغاني يعني كانت بالساحة، ما كان إسا عبد الحليم وكان إسا فريد ها بلش، لكن كل واحد بالأخير وين بيوصل فيه الزمن أو مين اللي بيبصم. أنا بعتبر أنه الموسيقار محمد فوزي أجمل من لحن للأطفال، واللي ما بينسى الأطفال ملك، لأنه الأطفال هن الحقيقة، هن جوهرة الإنسان. هو أنت طفل، هو بذكرك أنت، أنت بدك تشوف حالك تشوف ابنك. قديش حلو أنا شفته بالفيلم السينمائي لهلا، كيف عم يغني له للطفل والطفل عم يضحك. عندك غنيتين ما بنساهن بعمري، عندك ذهب الليل وطلع الفجر، وعندك مثلا ماما زمنها جاي جاي بعد شوية، بتلاقي الطفل عم يزغرد من قلبه، يعني كأنه خلقت لهذا الطفل الأغنية. قديش كان مبدع رحمه والله، وقدي كان جميل. ممكن هذا الجيل ما سمع أو ما بيعرف، ممكن يدور هلأ ويجيب ويتذكرنا كما تذكرنا الناس الخالدي بأعماله. فعلا فعلا هدول خالدون، ما بيتخلد إلا كل جميل، والخلود والبقاء هو لله عز وجل. لكن بتلكن الإنسان بيترك بصمة، بيترك شيء. هدول لو مانن جميلين ولو مانن رائعين ولو مانن ما في مثلهم، أفينا نذكرهم؟ إذا واحد ما عنده شيء ما حدا بيذكره. ومعروف محمد فوزي عنده كم من الأغاني والأفلام، يعني أنا بعتقد هو بدأ بالأفلام بمصر، كان هو الأسرع والعنده عدد أكثر، حتى إن جاء فريد، جاء عبد الحليم. منشوف أنه الموسيقار محمد فوزي كان يسبق عصره بمراحل. يعني قلتلكن لما عم نحكي على العظماء، كل واحد أجمل من الثاني، كل واحد له هين، كل واحد له شخصية، كل واحد له كاركتر، كل واحد له رائحة مثل الورود. محمد فوزي منه الأكيد، تجديد عنده، تجديد عنده رائع، ولو كانت الأغنية قصيرة ولو كانت مدتها صغيرة، لكن فيها من التجديد أو فيها رسم خاص تابع لمحمد فوزي. هلا نحن منشوف الشغلات، شوفوا مثلا له أغاني كتير دخلت التاريخ، مثلا ماما زمنها جاية للأطفال، بتشوف تحس دخلت موسيقى طرب، بعدها بطلعت للطفل، يعني رب الطفل من خلقته أغني لأله وخلى أدنه تلحق الطرب. كذلك الأمر نسمع ذهب الليل طلع الفجر. هلا منشوف أغنية مصطفى يا مصطفى، كنا صغار هيك، أنا كنت في مدينة طرابلس، مدينة اللي خلقت فيها، نفوت على السينما بالشارع ما في غير مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. يعني قرأت عنا أنه شركة فرنسية ضلت شهرين تطبع تطبع تطبع، قدي تنطلب يعني أغنية هي بتشوفها أنت بتقول شو فيها هيدي، شو فيها، ليش الناس. هذا هو السر ونجاح الفنان. اليوم يا حبايبي بدنا نحكي عن أغنية لمحمد فوزي اللي هو تفرد فيها، أو صار يعني غريب أنه أنا اليوم بدي أسمع أغنية فيها مطرب وفيها كورال، إن كان شباب أو بنات، بدون ميوزيك. هيدي لأول مرة أنا بسمع هيك شغلات يعني بالفنانين العرب. هون الأستاذ فوزي عم يورجينا، هو عم يغني بصوته والكورال عم يرد وراه، إن كان في القرار أو الجواب. هيدي جديدة علينا. طبعا الأغنية اسمها كلمني وطمني، اللي هون عامل موسيقار فوزي قادر يبدل الموسيقيين بالأصوات البشرية، يعني عم يورجينا الهنك. طبعا هو أخذ طبقة في إذنه عم يدخل يغني، برد وراه بدل ما يطلع له مثلا الموسيقى بيطلع له الصوت، قرار الشباب اللي هو باس، إن كان من العشيران أو أعلى أو أوطى، المهم عم يطلع قرار هون رجالي دافئ من صوت تشيلو، يعني قرار دافئ جميل كتير، هذا معروف عند الرجال. بنشوف مقابله بجهة تانية عم ترد الصبايا عم يردوا جواب القرار، يعني إذا لا عم يطلع حسيني، عم يصير هون البنت هون بهالطبقة بصير سوبرانو. إذا هون القدرة الفنية عند الفنان أو الأستاذ فوزي هون جاب شيء جديد، جاب شيء جديد. كلنا بنعرف إني أنا والله بدي غني بدو رد يطلع معي ميلودي أو أراضي أو جواب، أو بدو يطلع موسيقى، هو لا عم يورجينا، عم تسمع والله موسيقى، لا وحاطط أصوات أساتذة مدربين
هون انا عملت هون، هون عملوا لي القرار، هون عملوا لي الجواب، هون عملوا لي اللازم. بنشوف الأغنية عامل لازمتين، تلاقي واحد عامل كتير فيها صنعة وفيها غرابة، ويا ريت تسمعوها فعلا. بتطلع بتقول الله لأول مرة، لك ما أحلى. هلا وين بدك شو بده يطلع هون موسيقى؟ بكون طلع لك صوت بنت حلو، هون بيطلع لك صوت رجل، بكون هو إضاف، هو إضافات من عنده. يعني هذا اسمه التجديد أو الغرابة في الغناء. منشوف هون هذا الغناء طبعا اسمه أكابيلا. أكابيلا يعني أنت اليوم بتغني بحنجرتك، بتبعد عن الآلات الموسيقية، وترية، نفخ، أي شيء. أنت اليوم عم بتغني بحنجرتك، لأنه النطق أيضا هو موسيقى، كله موسيقى. إذن أكابيلا هو لون تحدي للغناء، لأنه أدخل الغير مألوف على المغنى. هذا الشيء نحن ما نألفينه من قبل، وهذا يحتاج إلى دراسة وتعمق في الصوت. طبعا هيدا الشيء اللي عمله بالأغنية الأستاذ فوزي أكيد بدل على أنه خبير بالتأليف الموسيقي، وخبير بالنطق، وخبير بالصوت، لأنه مش أي واحد بيقدر يقوم في هذا العمل. أكيد بده يعزل أو ينشز أو يطلع له واحد من تاني ميلي، بضيع كل شيء نعمل، لأنه المطرب بيساعده الموسيقى. لو كان مهزها الصوت وتعبان عم يتركز، يعني بيركز على أراضي ثابتة. أما هون أنت اللي عم تغني، وهون عم تقلب النغمة، وهون عم تعمل سمن الكورد، جيت عملت حركة راس، جيت عملت حركة عجم مثلا، هيدا كله مش بالأمر السهل. هذا أنت لو مكان هذا صولفيجك ميكي وإذنك هون قوي، ما بيطلع معك هذا. وهذا أنا بالنسبة لي اللي سمعته من المرحوم فوزي، هذا تحدي، لأنه أدخل الغير مألوف. هلأ اللي نحن شفناه بالأغنية هيدا سمعناها، طبعا في دلالة على أنه في علم. وفوزي هذا موسيقار وعنده ألحان بتجنة وأفلام وشخصية، ويا لطيف هيدا لو ما بيعرف أنه في هون إعجاز ما بينزل هيك شغلات. وهذا الإعجاز ما سبق فيه إلا المقرؤون حقيقة. أنا عندي الإعجاز بالقراء كذلك، أبي ركز لا على آلة موسيقية ولا شيء، لا يعني يصور ويطلع، هدول معجزة. هون عامل نفس هالحركة بهذا الغناء الأستاذ فوزي، لأنه هو عم يقول شيء، والكورال عم يقول شيء، إن كان الشباب عم يقولوا شيء، والبنات عم يقولوا شيء، وما في شيء مركزين عليه. يعني أنا ما أقول مكان وأنت طلعت لي مكان، أو أنا عملت هالمقام وأنت طلعت لي مقابل مقام، يا عمي أنا عملت كرد من محل كذا، أنت عملت لي كرد تاني. انتبهوا، هاي فيها فلسفة. يعني الكورال مو بالأمر السهل اللي معه، هذا الهارموني اللي أنت قدرت توصل لنا شيء نتسمى عليها ونقتنع فيها، نقول ما شاء الله هدول ما عزلوا ولا نشزوا وعطونا شيء بدقة. إذن هذا هو كان الفن الحقيقي. مين ما كان يكون، الصوت ما بيكفي، الموسيقى ما بيكفي، الكلام ما بيكفي، كلهم يكونوا اتحاد مع بعضهم حتى يصير الكمال. أوكي، إذن يا حبايب هذا هو فوزي رحمه الله. هدول إن العظماء القدماء اللي ما فينا ننساهم، وساتنا منعيش طول منا أحياء على ذكراهم الطاهرة الجميلة، لأنه هن طهروا أذاننا، أخذوا منا كل شائبي. اليوم الله يجيرنا بتفيق على الزعيق اللي الضجيج، كله ضجيج بالشارع، ضجيج في البيت، ضجيج على الدرج، ضجيج في غار، الضجيج ضجيج ضجيج. يعني أنت اليوم هاي الإذن، الإذن أنت هاي هي بتحب شوف الليل، سكون الليل، سكون الليل بيرجعك أنت، بصير تراجع حساباتك، شو عملت، شو كذا، شو سويت. هيك كان تنبني الأغنية. اليوم أنا بالليل بكون قلق لما بحط أغنية عظيمة للعظماء، تعمل لي مساج لدماغي من حيث الكلمة، من حيث الموسيقى، من حيث الأداء. هدول العظماء اللي عم نذكرهم. أتمنى منكم بعد أمركم اسمعوا هالأغنية للأستاذ فوزي، وشوفوا الفلسفة اللي عاملها. منقول له الله يرحمك، وهو غادرنا شاب، لكن ألحانه وفنه ما بينتسى أكيد. إن شاء الله ما بننساكم وما بتنسونا حبيبي، وإلى اللقاء، إلى الخير دائما، أهلا وسهلا.